وأكرمه برباعية كاملة. الهدف الأول سجله حمزة بالأحول بعد ضربة جزاء في الشوط الأول من المباراة. ضربة جزاء بالأحول، هل يسجل أولى الأهداف؟ بالأحول يسجل أول أهداف المباراة. بينما سجل محمد سوغار الثاني مع بداية المرحلة الثانية. صعد مصمودي، توزيع ممتازة صعبة خطيرة، والهدف الثاني لصالح الاتحاد. وبعد محاولة أولى من مترف عاد سوغار ليرفع وليوقع الثاني له والثالث للفريق. الثالث لصالح الاتحاد، الاتحاد يسجل الهدف الثاني. وبتمريرة دقيقة من ثابت سجل المدافع الأيسر نبيل عمارة رابع الأهداف. غير تماما الجهة مباشرة من هناك ناحية الرابع الرابع. وبعد نهاية المباراة تحدث عبد الصمد بونوا في ميكروفون التلفزيون الجزائري قائلاً: